تعطيها نتيجة أكثر. أكيد. فطبيعي إنه يكونوا حاطين أشياء عارفين ودارسينها وعاملينها بالمختبرات إنه تساعد للشيخوخة، تساعد إنه تبين البشرة نضرة أكثر، مشرقة، تعالجها من عدة مشاكل يعني موجودة. وأنت ذكرتي من شوي يعني تقريبا مش كل الاعمار، يعني من عمر معين تقدر البنت مثلا تسوي هذه التقنيه؟ هلا طبعا نحن بننصح تبلش البنت تعتني ببشرتها من عمر 14 سنه، انه لحتى يعني تكبر مع الوقت تكون بشرتها مرتاحه، ما انه توصل لل 20 22 تحس بلشت بدت صار عندها اشياء كثيره. هلا بس طبعا ما بينعمل هيدا الفيشل لاعمار صغيره، يعني نحن دائما بننصح فيه من 22 وطالع، انه اصغر من هيك في علاج اخرى بتساعد. بس هيدا الفيشل لانه مكوناته قويه ولبشرات يعني عندها مشاكل او بلشت تتعب او منا نضره، بهيدا العمر بنبلش، لا يعني اي عمر بدها يعني ممكن ينطلب. طيب بالاخص العروس، يعني هل طبعا بتستفيد اكيد من هذه التقنيه الحديثه؟ طبعا العروس لانه بدها تكون مبينه نضره وسبيشل بيوم عرسها، فاذا عملته قبل وقت كمان بساعد اكثر، انه حتى الميك اب يزبط عليها اكثر، كلها بشرتها من خلال هيدا الهواء اللي بقلب الببل بتحس حالها مرتاحه وفرش غير يعني. اكيد. طيب في خطوات تسبق مثلا العمل فيه او تليها او بعدها يعني؟ هلا اكيد نحن قبل ما بنعمله هيدا الفيشل، المختصه بتشوف نوع البشره، بتشوفه بتحدد انه اذا بيزبط عليه او لا، لانه في انواع بشره يمكن ما تكون مثلا الجافه الدهنيه المتوسطه، ممكن تشوفها المختصه تنصحها بشيء ثاني. بس هي كبابل نحن فينا نعمل فيه عده انواع فيشل، يعني مش ضروري بس هيدي العنايه بالالماس تنعمل فيه، بنعمل اي نوع ثاني، وبالنهايه بتستفيد من الهواء اللي عم تتنفسه داخل البابل، والمختصه بتحدد اي نوع فيشل لازم تعملها. فاكيد قبل ما نعمل اي فيشل بيصير في مثل استشاره، بتشوف هيدي البشره شو بلاقمها وعلى اساسها بتحدد نوع الفيشل. هلا دائما نحن بعد الفيشل اللي بننصح فيه هي المنتجات اللي يعني اللي بتناسب البشره. عندك اشياء للصبح طبعا، هلا صاروا اغلب الستات بيعرفوا هيدا الشيء، بيعرفوا كيف يعتنوا ببشرتهم، بيعرفوا شو الاشياء ما يستخدمون. اغلبيه الاوقات بيشتروا ما بيستخدموا. صحيح. بس هو على الافضل يعني انه نستعمل شيء بيناسب بشرتنا، لانه احيانا كثير بنشتري اشياء ما بتكون لبشرتنا. يعني نعرف شو اللي لازم نستعمله، لانه في اشياء احيانا ممكن تضر اكثر ما انها تحسن. صحيح. يعني يحصلون يمكن مثلا اذا بشرتها دهنيه يمكن تزيد دهون في بشرتها. طبعاً. بسبب الاستخدام الخاطئ. لا، واحيانا في مكونات بداخل هذا المنتج ما بتناسب البشره، يعني ممكن. صحيح. تكون كثير منتج غالي احيانا ومنيح ومعروف بس ما يناسب البشره، فبنكون بشيء بنصير بشيء ثاني. فاكيد بعد هذا العلاج او اي علاج ثاني في كمان منتجات خاصه للعنايه بالبشره بعد ما تخلص الجلسه يعني. ميرنا عياش، مديرة مركز كاريزما للسيدات، شكرا لك. شكرا لك. وهذه ان شاء الله تقنيه اكيد بتعجب كل السيدات، ومثل ما قلتي يعني يمكن كل انواع الفيشل تقدرون تسوونها داخل هذه البابل. طبعا فيشل حتى مساجات ممكن ينعمل مساج كامل لكل الجسم، بتزيد الريلاكس يعني. اكزاكتلي. بزيد الريلاكسيشن وبعدين نفس الوقت تطلع منه فريش وانرجيتك وبطريقه مختلفه. صحيح. يعطيكم العافيه وشكرا لك على وجودك معنا اليوم. نتواصل معاكم مشاهدينا، خليكم مع صباح الخير يا بلادي، المزيد من الفقرات التالية.